برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته الأسبوعية، وقد أدلى سعادة المستشار راشد بنيمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح شمل على أبرز ما دار في الجلسة. واستهلت الجلسة أعمالها بالتصويت على تقرير اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد سعادة وزيرة الصحة. وقد وافق المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على توصية اللجنة بعدم جدية الاستجواب المقدم ضد الوزيرة. كما ناقش المجلس عددا من المراسيم والمشاريع بقوانين وعددا من الاقتراحات برغبة، فيما فوض السادة النواب مكتب المجلس لإصدار بيان إشادة وشكر لتوجيهات العاهل المفدى في تثبيت الجنسية البحرينية لعدد من المواطنين وما سبقه من توجيهات بشأن العقوبات البديلة للمحكومين. تم تمرير تعديل على مشروع بقانون ومقترح من مجلس الشورى وقرار مجلس الشورى بخصوص حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وخصوص تمجيد الأعمال الإرهابية عن طريق التحرير بقصد النشر أو التوزيع. هذه طبعا المادة جدا مهمة ونصت على داخل البحرين وخارجها حيث استكمال الفراغ التشريعي بتجريم تمجيد الأعمال الإرهابية.